بعد تدهور الوضع البيئي وتلوث في محافظة البصرة كان لابد أنه نشير إلى مسألة الأنهر الفرعية في محافظة البصرة. اليوم هو 25 حزيران يوم البيئة العالمي، نظم المعهد هذه الوقفة تزامنا مع هذا اليوم في المكان هذا على نهر الخندق قرب الألبان، على مجسر الألبان قرب تمثال الشيخ عارف البصري. الهدف منها هو الإعاز أو الإشارة إلى الحكومة المحلية بالاهتمام بمشاريع النهر الفرعية، حيث أن هنالك الكثير من المناطق السكانية في محافظة البصرة تشعر بالسؤم والأذية ومن الروائح الكريهة المنبعثة من هذه الأنهر، حيث أن هذه الأنهر كانت سابقا هي مياه عذبة ضمن الموارد المائية، حاليا هي تصب فيها المياه الثقيلة المجاري بشكل مباشر حتى تحولت إلى أماكن للتلوث والبيئة المتردية. احنا اليوم بصدد نهر الخندق اللي جاي يتعرض من التلوث، سواء كان من يعني النفايات الصلبة أو من مياه المجاري، وبالتحديد هي مياه المجاري اللي المفروض أن ما تصب بالأنهر، المفروض أن تكون هناك وحدات معالجة، لكن لا نجد جدية من قبل الحكومة المركزية والمحلية بإنشاء هكذا مشاريع لتقليل التلوث الحاصل بأنهر البصرة عموما، ليس فقط نهر الخندق. البصرة من أهم ما تعاني هي التلوث البيئي، سواء كان على مستوى التلوث الهواء أو مستوى التلوث الأنهر. المياه وشط العرب ندري احنا قبل يعني 2018 الحادثة اللي صارت اللي أثرها انطينا عشرات من الشهداء بسبب التلوث المياه. أتصور المفروض أنه الحكومة تصغي وتعتني بهذا الموضوع بشكل كبير، سواء كان على مستوى الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية. البصرة كما تعرفون كانت تسمى فينيسيا الشرق لأنها تحتوي على مئات الأنهار الداخلية. هذه الأنهار بدأت تلقى الإهمال والإهمال الحكومي والإهمال المواطنين المجتمعي، لذلك النفايات والمياه المجاري تلقى بالأنهار الفرعية. لذلك نطالب من المواطنين ببداية الحفاظ على نظافة الأنهار، وكذلك الاهتمام بها من جانب الحكومي، لأن الحكومة تحمل مسؤولية كبيرة للمحافظة على الأنهار من خلال سن القوانين أو من خلال الحماية والتنظيف. ونتمنى من الجهات المعنية الحكومية، سواء كانت الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية، الاهتمام بالأنهار الداخلية في محافظة البصر، خصوصا هذه الأنهار اللي قريبة من مركز المدينة. احنا ندعوهم إلى الاهتمام أكثر بهذه الأنهار، وخصوصا انه هي صارت مكان يعني مستودع للنفايات والاوساخ